زي ما عرضنا على حضراتكم في بداية الحلقة في صباح الخير يا مصر عن سؤالنا اللي وجهناه ليكم والخاص بصاحب عمرك أو الصديق اللي بيفتح نفسك عن أو على الأكل تحديدا. كاميرا صباح الخير يا مصر نزلت الشارع وتناقشت مع الناس عن الصحاب وعن العزومات والأكلات وسألناهم نفس السؤال اللي صديقهم أو صحابهم اللي كل ما بيشوفوهم بيفتحوا نفسهم عن الأكل. تعالوا نشوف إجابتهم كانت إيه. كلنا لينا الصحاب المميزين بحاجة معينة، يعني ليك صاحبك كده اللي كل ما تشوفه تحس انك مبسوط، وليك صاحبك تخصص السفريات اللي هو أول ما تشوفه هنسافر فين، وليك صاحبك بقى المهم في أي شلة اللي أول ما تشوفه تحس انك جعان وعايز تاكل، وكلنا عندنا الصاحب ده ولينا مواقف معاه اللي هو أول ما هتشوفه قبل ما نعمل أي حاجة هناكل إيه وفين. فحبينا ننزل الشارع ونسأل كل واحد إيه مواقفك مع أصحابك اللي كل ما تشوفهم تحس إنك جعان وعايز تاكل. تعالوا بينا نشوف الناس هتقول إيه. أنا ليا صديق وأكتر من أخ يعني اسمه الكابتن مصطفى طه، كنا عنده في البيت آخر مرة وقال لك يا جماعة النهارده مش هيتعشى، النهارده يوم فري ومش هتاكل حاجة خالص، بس أعمل حاجة صغيرة قوي، عندي شواية جوه ودلوقتي انا بشوي لحمه وبشوي فراخ وبشوي حاجات حلوه كتير. الحاجه الصغيره الحاجات الصغنونه بالنسبه له يعني. مثلا موقف منهم ان احنا سقطنا في امتحان بسبب الاكل. نهار ابيض بتاع الاكل. طلعنا قبل الامتحان بنص ساعه، قبل ما نخش الامتحان بنص ساعه تعالى بيقول لي نشرب قهوه، قلت له لا ناكل الاول. قال لي طب تعال نروح ناكل، احكي لك عند عم صابر. رحنا عند عم صابر، صباح الفل عم صابر، عايزين ناكل، هناكل سندوتشين ونمشي. لقيته بيقول لي ده منزل عرض جامد. عم صابر طبعا على ما منزل اكل خد تلت ساعه، فضلنا ناكل وانا بضعف قدام العروض بقى. يا لهوي العروض دي. كنا بنلم من بعض عادي، عزومه عادي بنجيب اكل وكده، احنا لمينا وتمام وجبنا الاكل وطلعنا، عقبال ما دخلنا البيت غسلنا ايدينا كان هو خلاص كده خلص الاكل. انا عايز اقول لك اللي انا الصحبه دي. يا نهار ابيض، اهلا وسهلا. انا الصحبه دي وصحابي اصلا ان هم يا نور احنا مش هنمشي معاكي تاني علشان احنا بالظبط يعني والله العظيم بنخلص فلوسنا على الاكل. يعني انت ما بتعمليش حاجه مفيده في حياتك غير ان انت بتاكلي. كان في افتتاح محل، بعدين هي دخلت المحل، انت داخله هنا ليه؟ انا معزومه. فدخلنا كلنا عادي، صاحبتنا معزومه، فهي دخلت واكلنا وتمام ومفيش حاجه. فجاه حد دخلنا، يعني حد دخل، حضراتكم تبع مين؟ خلاص احنا هنغسل الاطباق ولا هنمشي؟ في الاخر لبستنا في حيطه طبعا ومشي ودفعته بقى دفعنا.